ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، معي أنا منى مدربة سوق بأبو ظبي. أولا أود أن أشكر كل المشاهدين والمشتركين عندي في القناة، وإن شاء الله بتمنى أنه تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم أخت آيات. وعليكم السلام. الأخت آيات من الأردن. اليوم طبعا عندنا نموذج اللي هو اختبار نموذجي، صح؟ صح. جاهزة؟ آيات خمس دقائق بعتك بس تعليمات لو سمحتي، أي ملاحظات أي شيء آخر النتيجة مثل الفحص. تمام إن شاء الله. أوكي؟ فطبعا آيات نبلش على بركة الله إن شاء الله. حاولي طبعا آيات ملاحظة، حاولي لو سمحتي تسمعي التعليمات. حاضرين. يعني حاولي تكوني أذن صاغية للفاحصة شو قالت إن شاء الله. أوكي، هذه نقطة مهمة جدا إن شاء الله. يلا على بركة الله. إخواني أخواتي خليكم معنا، إحنا في وقوف الطرارة. السيدة دوار يوتر الوسط. دوار يوتر.
شكرا لك آيات. آيات من الأردن، أشكرك على هذا النموذج. والاختبار خلص، شو تشوفين كيف؟ تمام. شو حسيتي أنت؟ الحمد لله كان. على فكرة الطريق زحمة وهذا في وقت الامتحان، لأن الحين تقريبا 9 إلا ربع صباحا. مزبوط شفت. فطبعا هذه بداية الامتحانات تبلش الساعة 8 الصبح. فآيات مبروك، النموذج كثير حلو. الحمد لله رب العالمين. طبعا النموذج كثير حلو، انا كتبت بعد النقاط بس عشان اشرح للاخوان المشاهدين والمشاهدات واشرح لك انت. تمام. طبعا احنا عملنا 5 دقائق زياده شوي. ليش؟ انا طلبت منك عده تمارين. مزبوط. عشان اخليك واعطيك فرصه كمان في السواقه. مزبوط. اولا احنا انطلقنا، المركبة انطلقت من الوقوف الاضطراري، صح؟ مظبوط. وقوف اضطراري، انطلاقك كان آمن. أنا مهم عندي هالأشياء. صح. وطبعاً إخواني أخواتي، قبل ما نشرح هذه النقط المهمة جداً للأخت آيات ولأي طالبة عندها اختبار، دائماً الفاحصة كمان بتنتبه للسيفتي، السلامة، يعني كل أدوات السلامة المتوفرة هل هي تعاملت معها بطريقة صحيحة أو لا، طريقة الجلوس، حزام الأمان، فحص المرايات، يعني تظبيط المرايات، يعني اضبط مرايتي قبل الانطلاق، الكرسي، مرايات، حزام الامان، SMS، صح؟ مظبوط. وبعدين كمان ارد اذكر بها المشاهدين، وهي الابواب، اشوف لوحه المؤشرات ليكون احد الابواب مفتوح. مظبوط. لان هذه تعتبر داخل السلامه، هذا ممكن تؤدي الى الرسوب. صح ولا لا ايات؟ مظبوط. بعدين انت كمان ولو نظره خفيفه تنتبهي على الفاحصه عامله الحزام ام لا، هذه نقطه مهمه، صح يا ايات؟ مظبوط. انا بنبه بها، بس الاخت ايات عندها فكره، بس انبه بها المشاهدين والمشاهدات. تمام. صح. انه هذه نقطه مهمه داخله في السلامه. اكيد. صح. السلامه اثناء القياده. فبالتالي انطلاق المركبه من وقوف الاضطراري كان مهم وكان امن، وطبعا السرعه المطلوبه. ثاني شيء تغيير المسار، تغيير المسار هذا التمرين مهم جدا، دائما اذكره في عفوا في نماذج الاختبارات، يعني التغيير المسار مهم جدا، اني انتبه الى المرايات والبقع العمياء. صح. واضبط سرعتي على حسب حركه السير. اكيد. صح ولا لا؟ صح. ثاني شيء عندك التركيز مهم جدا، التركيز موجود وبقوه، بمعنى الاخت ايات كانت بتغير مسارها بدون ما خبرها، لان بتكون سياره واقفه على المسار اليمين او باص او ما شابه ذلك، فهي غيرت مسارها بدون اي تعليمات، معناتها التركيز شغال وحسن التصرف اثناء القياده. طلبت منها تغيير المسار الى الوسط، بعدين دوار سيده راحت من الوسط، كان دخولها صح، سرعتها صح، احترام المسار عند الدخول والخروج في الدوار، مهمه هالنقطه. هي الاشياء بتبين سهله، بس انا لازم اشرحها للمشاهد لاول مره بيشاهد قناه منى، فبالتالي لازم نعطيه النقط الأساسية اللي بنتبه عليها الفاحص، صح آيات؟ مظبوط. بعدين الأخت آيات نقطة مهمة، أنا طالبة مبتدئة لازم أرجع اليمين. صح. وإحنا طبعاً من بداية تدريبنا دايماً بنأكد على هالنقطة، إن رجوع اليمين هذا آمن لإلك. آمن. لأنك أنت طالبة مبتدئة. صح. إذا اليمين مشغول بخليني في الوسط، صح ولا لا؟ صح. دوار يوتورن، عملتي كمان اليوتورن عدة مرات، اليوتورن كان عندك حلو، اليوتورن دايما المسار اليسار. صح. ودايما سرعتي لازم تكون معقولة في الدوار. مزبوط. لا تزيد عن 40. مزبوط. نعم. صح؟ صح. بعدين في نقطة مهمة جدا، الدوار الأولاني اللي عملنا فيه يوتورن، الأخت آيات دخلت من اليسار بإشارة اليسار وخرجت من اليسار، بس قبل الخروج انتبهت للباص كان على يمنا. ليش انا بقول لكم قبل الخروج انتبهوا الى جهه اليمين؟ صح. ليكون شو سياره او باص قادم حيلف علينا، فهي خفضت سرعتها، مر الباص بعدين كفت. صح. معناته هون تركيز والانتباه الى جهه اليمين قبل الخروج من الدوار لو سمحتوا. صح. انا انتبهت للنقطه، اول دوار عملتي يوتر قبل الخروج في باص على يمينك لف علينا. مظبوط. فانت خففتي سرعتك نظرا لان انتبهتي لليمين انه الباص ما حيكفي معانا نفس الطريق، لا لف. أيوة. علينا، فانت خففتي سرعتك عشان تعطيه مجال، فلهذا النظر لليمين مهم جدا قبل الخروج من الدوار. صح. اوكي ايات؟ اكيد. فهمتي علي؟ مزبوط. هذا داخل في القياده الدفاعيه. صح. دائما توقعي اخطاء الاخرين لو سمحتي. مظبوط.
ترك مسافة الأمان. مسافة الأمان عندك حلوة كمان، يعني متوفرة مسافة الأمان ما بيني وبين السيارة التي أمامي. مهم جد تكون مسافة الأمان سواء عند القيادة أو عند الوقوف. صح يا أيت؟ مزبوط. مطبات، كيف نتعامل مع المطبات؟ المطبات كنت تتعاملي معها مرأة. لازم أخفف سرعتي. مزبوط. مراية وسط، بريك خفيف، وخلي السيارة تطلع الحالة على المطب، لا تقل يعني سرعتها، يعني لا تزيد عن 15 حسب المطب. صح يعني مش أكثر من 20. زين. فالأخت آيات إحنا شرحنا كل طبعا له علاقة بالقيادة بتاعها في هذا النموذج، تغيير مسارات، الانعطاف، كله عنده تمام، استعمال الإشارات اللازمة في الوقت الملائم عند التعديل. ما شاء الله عندك يعني بتعطي الإشارة في الوقت المناسب عشان نبه الناس اللي ورانا إنه أنا وين رايحة، أغير مساري، أروح الدوار على أي اتجاه. فالإشارة هي وسيلة تواصل اللغة ما بينك وبين مستخدم الطريق. صح. الالتزام بالإشارات المرورية، يعني الأخت كمان ملتزمة بالسرعة إلا إذا أنا طلبت منها سرعة زيادة، هون السرعة 60. ثاني شيء ملتزمة بالشواخص خصوصا المطبات، عن بعد بتقري الشواخص. صح آيات؟ مزبوط. وبتنتبه كمان إلى علامات الخطوط الأرض، اللي يعني الخطوط الأرضية والأسهم. مدى الاستجابة إلى التعليمات وأوامر الشخص مهمة جدا. صح. يعني أنت بتتبعي تعليمات الفاحص. عشان كده من البداية قلت لك خليك تكوني تسمعين زين. استعمال المكابح والفرامل اليد، طريقة استعمالها طبعا، وهذا ملاحظ ولاحظناه من البداية، طريقة استخدامها بطريقة صحيحة. صح. وإحنا ذكرنا كم مرة استخدام الفرامل اليد أو فرامل الرجل مهم جدا للفحص. صح. هذا من مبادئ القيادة والتعليم. مزبوط. المرايات مهم جدا، المراية الجانبية والمراية الوسط. صح. كل 5 ثواني مراية وسط، قبل الفرامل مراية وسط، وانتبه على المراية الجانبية عند التغيير المسار والتجاوزات. very good. فطبعا هذا كل ما يخص هذا النموذج. شكرا آيات، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله بالنجاح، وهذا إن شاء الله باين من خلال هذا النموذج. يا رب. أشكرك على هذا وجودك معنا في هذا النموذج الاختبار. شكرا لك. ثلاث نقاط عاوزة إن شاء الله أعطيهم لك وأنبهك عليهم، ثلاث أشياء بالإضافة إلى التعليمات والتدريب والأشياء. فإحنا أخي الكريم وأختي الكريمة دائما خلي عندنا ثلاث نقاط مهمة جدا أثناء القيادة بتاعي، وهي أولا السلامة، ثانيا التركيز أفكر قبل ما أتصرف، ثالثا توقعي أخطاء الآخرين. يعني خليك سائق دفاعي. صح. وبهذا بنكون قد سوف ننهي هذا الفيديو. نتمنى لكم التوفيق والنجاح أخي الكريم أختي الكريمة. لا تنسونا بالدعم بالإعجاب والاشتراك في القناة ونشر القناة إذا ما عليكم أمر في وسائل التواصل الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم السيدة منى مدربة سواقة بأبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى اللقاء.